رجوع مجلس الشعب انقذ مصر. يعني الناس بيقولوا ان قرار رئيس السبورسي هيسبب حرب اهليه، هو بصراحه حل مجلس الشعب هو اللي يعمل حرب اهليه. والله انا رايي في رجوع مجلس الشعب، اولا حضرتك مجلس الشعب ده اللي اختاره 30 مليون مصري، يعني شرعيه مصريه، واخد بال حضرتك ازاي؟ انا مجلس الشعب اختاره 30 مليون مصري، الناس دي جت بالدم، احنا نزلنا هنا بدل التحرير ومات شهداء عشان خاطر يجي لنا برلمان نزيه ونضيف. ازاي المحكمه الدستوريه العليا كويس ما تقدرش مصلحه الوطن، واخد بال حضرتك، وبجره قلم تلغي قرار 30 مليون مصري، واخد بال حضرتك، وقرار الشعب، مجلس الشعب اللي جابه الشعب، يبقى اللي يشيله هو الشعب، ما ينفعش تشيل المحكمه الدستوريه العليا. اولا المجلس العسكري عمل ما لا يعمله جميع الجيش على المستوى العالمي، وانحاز للثورة، ونشكره على هذا البذل وهذا العطاء. نمر اتنين بنقول المجد للشهداء، هم اللي خلونا وقفنا هذا الموقف العظيم واتكلمنا بحرية وعرفنا معنى الحرية. نمر ثلاثة والأهم إن السيد الرئيس محمد مرسي هو أول من نفذ حكم المحكمة الدستورية، ولازم يعلم الزندة وأعوانه أن الرئيس احترم القضاء قبل ما أن يحيي الشعب، فيجب علينا أن نحترم السيد رئيس الدولة وهو رمز الدولة. الذين تصدقونا بالأمس، أين كان أحمد الزند 2005 في تزوير الانتخابات؟ وأين كان أحمد الزند في 2010؟ مش بنخالف الأحكام، الشعبي جاب البرلمان، الشعبي جاب البرلمان، ردت يلا مصريون، ردت يلا مصريون، مجلس الشعبي جابنا اليوم، مجلس الشعبي جابنا اليوم.